زوجي ينتقم مني من خلال أولادي، أعصب عليهم لكي يستفزني. طيب إذا كان الزوج ينتقم منك من خلال أولادي، لماذا ينتقم منك؟ لماذا؟ لابد أن أجيب على السؤال، ما الذي ما هو الأذى الذي سببته لزوجي حتى ينتقم مني؟ لابد أن أفهم هذا التصرف، يعني لابد أن أعرف ما هي التصرفات التي أزعجت زوجي وأشعرته بالجرح العظيم بالدرجة التي يصل إلى أن ينتقم عن طريق أولاده، لأنهم أولادك وأولاده في نفس المرتبة. إذن هناك ملفات بينكما، وبالتالي أنتم تصفون هذه الملفات عن طريق أولادكم. وهو يعرف أن نقطة ضعفك الأبناء، وهي أي أم نقطة ضعفها الأبناء. إذن لماذا يذهب إلى هذه النقطة بالتحديد؟ وصل إلى درجة من العجز لا يستطيع أن يتعامل معك، فأصبحت البطاقة التي يستعملها هم الأولاد. لماذا؟ لابد أن أفهم هذا الزوج، لابد أن أطيب خاطره، لابد أن أفهم ما هو السبب وراء هذا، لابد أن أصفي الملفات بيني وبينه، لابد أن أداوي الجروح الموجودة بيني وبين زوجي، حتى أخرج أبنائي من حلبة الملاكمة فيدفع ضريبة الخلافات بيني وبين زوجي.